أمطار رعدية في بعض المناطق ودرجات حرارة فوق معدلاتها المعتادة في نهاية الأسبوع، والتفاصيل في جوك ويكند بتسعين ثانية. بداية تستمر فرص نشاط السحب الركامية في فترة ما بعد الظهر والمساء على جازان وعسير، وتترافق بهطول أمطار متفاوتة الغزارة. متوقع أن يكون هنالك أيضا نشاط للرياح الهابطة وتساقط البرد مع احتمالية عالية لجريان الأودية والشعاب، كما وتكون الفرصة مهيئة لهطول بعض الزخات المتفرقة من الأمطار على جنوب المنطقة الشرقية وجنوب غرب منطقة الرياض إداريا وشرق منطقة نجران. متوقع أيضا أن يكون هنالك نشاط للرياح الشمالية الغربية على سواحل المدينة المنورة ومكة المكرمة بما فيها جدة. أما فيما يخص الأحوال الجوية يوم الجمعة ويوم السبت، تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية، وتسجل درجات الحرارة في بداية الأربعينات المئوية في الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أجزاء من حائل والحدود الشمالية. الطقس بشكل عام حار في معظم المناطق، بينما يكون معتدلاً على المرتفعات الجنوبية الغربية، والفرصة تبقى مهيئة لبعض الزخات المطرية في جنوب غرب المملكة. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. إذا أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.